أهلا بكم. في إطار توجيهات الدولة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي، قامت شركة النصر لصناعة السيارات بتسليم أول أتوبيس نقل جماعي صديق للبيئة للشركة المسؤولة عن النقل الجماعي في العاصمة الإدارية. يأتي ذلك تمهيدا لإبرام اتفاق لتوريد إجمالي الكمية التي تحتاجها الشركة المشغلة من الأتوبيسات اللازمة لتدخل الخدمة ضمن منظومة النقل الجماعي في نطاق العاصمة الإدارية. هذا وأوضحت الحكومة أن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة في جميع الشركات التابعة، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة واستثمار رأس المال البشري. شهدت محافظة الفيوم وضع حجر الأساس لأكبر مخزون استراتيجي للسلع الغذائية في المحافظة بتكلفة 1.5 مليار جنيه. وتعتبر محافظة الفيوم المحافظة الثالثة التي تم وضع حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية بها، وذلك بالحي المتميز بمنطقة ديمو على مساحة 14 فدانا، والذي سيخدم محافظات شمال الصعيد بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع واستخداماتها لفترات طويلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام. تسلم عدد من المزارعين بمحافظة بورسعيد 170 عقداً مؤمناً للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق سهل الحسينية وسهل الطينة ومثلث الخير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالمزارعين. وأكدت الحكومة أن هناك توجيهات رئاسية بتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمواطنين، ومنها تقنين أوضاع الأراضي الزراعية. سعداء ومبسوطين النهارده بسلام عقود التمليك اللي بتأمننا وبتأمن اولادنا. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بذل كل جهده، هو وكبار الدوله المسؤولين ووافوا بعضه، ومبسوطين اللي احنا كنا حلم والنهارده اتحقق. انا مستلم من سنه 97 معايا 10 فدادين، واستلمت العقد البدائي بتاعهم النهارده. تبذل الدولة جهوداً ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية من أجل تشجيع المستثمرين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد من محفزات تنافسية. أكد وزير البترول طارق الملا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي لمصر في العديد من المجالات، وخاصة في مجال البترول والغاز. جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر. من جانبها أشارت السفيرة الأمريكية إلى أهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجيبتس كمنصة عالمية تحظى باهتمام الشركات الأمريكية لما توفره كبيئة أعمال وتبادل للخبرات. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة،
ما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز كذلك الطلب. هذا وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 89% لتصل إلى 79 دولارا و13 سنتا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 61% ليصل إلى 73 دولارا و59 سنتا للبرميل. وقفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتبلغ دولارين و73 سنتا للتر. كذلك صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5% لتصل إلى دولارين و39 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع بعد أن دعم تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في العام المقبل. وتزايدت توقعات السوق بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أنه وفقا لبعض المعايير الرئيسية فإن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي. وصعد المؤشر السعودي بنسبة 0.5%، كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 0.3%. نهاية أخبار اقتصاد، أعود من جديد إلى إلهام ودينا.